ده برضو محمد نصر، فاحنا راجعين اداني المايك قال لي اعمل لقاءات مع اللعيبه مع اللعيبه. طبعا برضو كان محمد برضو عنده عين، عنده رؤيه يعني. ف ده حقيقي، ده حقيقي، ده حصل حقيقي يعني. يعني نصر اتفضل. كابتن اسلام، يعني الكوره مع دريم هي دي طبعا طبعا النقله التاريخيه. احنا كنا كلاعيبه، انا اسف ان انا هقطعك، ولكن احنا كلاعيبه، انا كنت بلعب ساعتها يعني. نعم طبعا احنا كلاعيبه كنا بنقعد نتفرج نستنى الوقت بتاع بالليل، والله يرحمه كابتن عبده صالح الوحش، نعم كابتن طه اسماعيل وربنا يديله الصحه، كابتن طه اسماعيل وبقيه النجوم وكابتن فتحي سند وكابتن محسن صالح وكابتن فاروق، كان الواحد بيقعد يستنى بقى بالليل هتقول ايه؟ كابتن علي ابو جريشه وكابتن محسن صالح وكابتن عبده صالح الوحش وكابتن طه اسماعيل كابتن مدحت شلبي جبته كمحلل، الكابتن عصام عبد المنعم، كابتن حسن المستكاوي، وكابتن فتحي سند، لا لا استاذ محمد سيف، استاذ محمد سيف، استاذ محمد شبانه، استاذ خالد توحيد، واسماء كثيره جدا. مين يا نصر؟ بقول لك كل دي اسماء. اسماء كثيره جدا جدا الحقيقه. بتفتكر الايام دي يا نصر ولا؟ طبعا كابتن، انا كمخرج كنت بعمل برنامج مستمتع بيه، عارف يعني مستمتع، عارف يعني انت ما بتعملش برنامج. بس كابتن شوبير صعب على الهوا، خلي بالك يعني صعب، صعب جدا. بس انا بحب فيه الدقه والتفصيله، وهو معاك قلب في قلبه، وحتى بيبات معايا في المونتاج. بقول لك ايه، مره كنا في حلقه يعني، فكابتن شوبير، واعتقد انت اللي كنت موجود، مش فاكر يعني، بس المهم كنا على الهوا، فكابتن شوبير يا جماعه عمل ايه؟ قعد يزعق واحنا على الهوا، قعد يزعق طبعا ايه بالحركات وبيشاور وبيعمل، وبعدين الكاميرا جت عليه لقيته قام عامل ازاي؟ عارفين زي 3 2 1 دي اللي هو ايه؟ قام فاتح بقه كده وضحك. اكيد كنت انا. بتحصل كتير يا نصر الموضوع ده. كابتن شوبير الناس مالهاش علاقه ان هي تشوفه وهو متنرفز يعني. انا عايز اقول لك سر بس على نصر، انه نصر ما بدأش معايا اول حلقتين ثلاثه في دريم، لانه كان مرتبط بقناه المحور، وكان كابتننا الكبير كابتن مصطفى عبده، مصطفى عبده صح، كان بيقدم ساعتها في المحور يعني. فنصر هيتجنن طبعا، فكلمني قال لي انا عايز اجي معاك، فقلت له انا ارتبطت بمخرجين. فكان معايا ساعتها الاستاذ احمد الهن، استاذ ابراهيم مبارك. وانا للامانه ما كنتش عارف الفرق ما بين اخراج المباريات واخراج البرامج، انا صريح قوي خلي بالك يعني. فاعتمدت عليهم، وهم الحقيقه ناس محترمين جدا جدا، بس نصر كانت ايده في البرامج وبرامج رمضان فسبحانك يا رب، بعد حلقتين حصل خلاف كده مادي ما بيني وما بينهم، فكلمته قلت له بص يا نصر، عندك فرصه تيجي معايا، بس ما ينفعش ابقى شغال معايا، شغال في برنامج منافس، يا تختار هنا يا تختار هنا. فقال لي لا انا خلاص مشواري انتهى مع المحور، وهكون موجود معاك يا كابتن شوبير. وفضلنا بقى موجودين لحد ما هرب مني لما رحت الدرجه الثالثه في التلفزيون المصري. لا ما هو زيبق برضه، خلي بالك يعني، ما بزعلش يعني من الحاجات دي. يعني نصر احكي لنا عن اطرف، او يعني الحاجه اللي دايما بتبقى وانت قاعد كده بتتفرج بتقعد تضحك، ولما تلاقي كابتن شوبير متنرفز مره واحده وبعد كده يضحك على الهواء، يعني احكي لنا برضه عن مواقف زي دي. هو موقف كنت انا في المونتاج، والحلقه الساعه 10 او 9، وانا في المونتاج قاعد لغايه 8. تمام. اتحركت من عندي، كان حلقه الاهلي كسبان المركز الثالث في بطوله العالم. يعني ده في اليابان ساعتها. في اليابان، وانا اتاخرت جدا هناك في المونتاج، بعمل حاجه والكابتن شوبير شايف نار. فانا جيت على الحلقه الساعه 9 ل 5، فالكابتن شوبير قال لي انا مش طالع هوا. مش طالع هوا يا كابتن. حاططها. قال لي انت جاي متاخر، مش طالع هوا. فانا قلت له يا كابتن طب بص، هطلع بالمقدمه وبعد كده هتعرف انا كنت بعمل ايه. كان في اغنيه معموله الروعه عن النادي الاهلي، قطعت عليها تقطيع كما ينبغي، وطلعت بيها لقيت الكابتن وشه اتفتح كده وانبسط، وراح جاي داخل على الهوا، عمل احلى حلقه اللي هي 3 2 1 دي، قام ضحك الضحكه. 3 2 1 مستنيه يدخل. رحت جاي طالع بالاغنيه، عامل ايه مش قادر. الكابتن شوبير يعني بصراحه، يعني عايز اقول لك هو استاذ اعلام الله يخليك في مصر يعني. الله يخليك يا نصر، مش اكتر من كده يعني. الله يخليك، بشكرك يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا المخرج الكبير محمد نصر، يعني كابتن شوبير ذكريات جميله جدا، جميله جدا. انت عارف احنا